النار رجلا واحدا من القيام بواجبه في المعركة بقدر ما يستطيع 100 رجل مسلح. وقد سميت الآلة باسمه بندقية غاتلينغ، وكانت الميزة الرئيسية لاختراع غاتلينغ هو أنها تحوي عدة ماسورات، لكل منها آلية إطلاق نار خاصة بها. يتم تحريك الماسورات يدويا بواسطة ذراع الإدارة حتى تمر بأسفل مخزن البندقية الموجود في أولها، وتتم تعبئة كل ماسورة في وضعية أمامية. وعندما تتحرك قليلا إلى اليمين تقوم قارورة وحشوة بإطلاق الرصاص، ثم تتحرك الماسورة باتجاه أسفل البندقية وتقع الرصاصة المستعملة على الأرض، والنتيجة تكون في أنه بينما تطلق ماسورة النار تقوم الأخرى بإعادة التعبئة في الوقت نفسه، ما يسمح بإطلاق النار بشكل سريع للغاية. وقد أمل غاتلينغ أن توازي بندقيته قوة إطلاق نار عدة بندقيات، ما يخفض عدد الرجال في ساحة المعركة بشكل